زي الفل. من الخضار المهضور حقه معانا دايما الكوسة. هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة تكون بسيطة وسهلة وما تكونش تقليدية خالص. بجد يا جماعة الوصفة دي رهيبة، مش هتبطلوا تعملوها على سفرتكم. انا هنا كان معايا كيلو من الكوسة، سبت بس كام واحدة علشان نشوف هي بتتقور ازاي. بجيب المقوار والكوسية وحدد طولها بالمقوار وثبت صباعي عنده وابتدي اقور الكوسة. مش عايزينها بس تتفتح معانا عشان اي حشوة هتحشيها للكوسة ما تطلعش منها. وبعدين بنبتدي ننزلها في مية ونغسلها كويس، لأن الكوسة بتبقى مليانة تراب فلازم تتغسل كويس. هنجيب ربع كيلو من اللحمة المفرومة. أنا هنا كان عندي ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة جاهزة، لو انتي مش عندك لحمة مفرومة متعصجة تحطي ربع كيلو عادي، احنا كده كده لسه هنتبلها ببصل وتوابل تانية. ومعانا كوباية من البرغل المنقوع ربع ساعة، ولازم البرغل هنا يتنقع ربع ساعة على الأقل. هنضيف عليها بصلة كبيرة مفرومة، كزبرة خضراء، وطماطم متقطعة، ونعناع، وده مهم جدا في الوصفة، بيديها طعم بجد رهيب، وبهارات لحمة وثوم مفروم وملح وفلفل. وهنقلب الخلطة دي كلها مع بعض. جبت طاجن ورصيت فيه شرايح من الطماطم والفلفل الرومي، وبعد ما حشيت الكوسة ابتديت ارصها في الطاجن. وعملت لها صوص من الطماطم ورشيت عليها رشة ملح وفلفل وشوية من الزيت. وهنا دخلت الطاجن الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ما تقلش عن ساعة الا ربع. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. أنا متأكدة أنكم بعد ما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها على سفرتكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة .com.